الآن زميلنا العزيز محمد البازلي تعليق على أهم أرقام مباراة اليوم. مساء الخير. مساء الخير يا كابتن أيمن، هارد لك. الأرقام النهارده فعلا مختلفة زي ما حضراتكم قلتم بالظبط، شوط أول كامل مختلف تماما عن الشوط الثاني. ولو بصينا على إحصائيات الشوط الأولاني هيقول لنا أرقام يعني المفروض تترجم لأهداف كثيرة ونتائج صحيح. يعني تعكس البطولة كلها مش المباراة. خلينا نستعرض مع بعض أول حاجة سريعا إحصائيات الشوط الأول فقط قبل ما نخش في إحصائيات الشوط الثاني لوحده عشان نشوف الفوارق ما بين الأرقام كانت عاملة إزاي. الشوط الأول كان شوط مختلف تماما، بان فيه النادي الأهلي بالناحية الهجومية كانت فعلا شرسة. نبدأ الأول بالفاولات لأن احنا شفنا النهارده كان فيه احتكاكات كتيرة، كان فيه فاولات بشكل كبير جدا حتى من ناحية صن داونز على الأهلي 6-4. بالنسبة للركنيات وصلنا بشكل كبير جدا 7 ركنيات للأهلي في الشوط الأولاني مقابل ركنية واحدة لصن داونز. بالنسبة للتسلل وده اللي احنا شفناه كان فيه منهم طبعا أكتر من تسلل، هيتم شرحه ان هو ما كانش صحيح، 5 تسلل حسب مظبوط ضد الاهلي ولا تسلل لسان داونز لان هم ما كانوش بيوصلوا بشكل كبير حتى في الركنيات. بالنسبه للتسديدات احنا طبعا 11 تسديده 3 منهم اون تارجت على المرمى بنسبه 27%. سان داونز التسديدتين فقط منهم واحده فقط على المرمى، يعني ده رقم برضو يعني بيورينا احنا قد ايه كنا مسيطرين وواصلين وبنسدد. هو سان داونز ما وصلش بشكل كبير. الاهداف المتوقعه الاكس جي كان ممكن نحرز 3 اهداف يا كابتن ايمن. سان داونز طبعا ولا هدف، ده من الفرص ومن كواليتي التسديدات واللي حصل في الشوط الاول. بالنسبه للفرص 6 فرص للاهلي، 6 فرص للاهلي مقابل فرصتين لسان داونز. بالنسبه للاستحواذ احنا كنا مستحوذين بشكل كبير 57% مقابل 43% لسان داونز. بالنسبه للتمريرات 206 تمريره منهم 166 تمريره 81% الدقه بتاعتهم، ولكن الناحيه الثانيه سان داونز طبعا 117 تمريره. ده بيقول لنا ان احنا كان كنا مستحوذين على الكوره، كانت في ارجل لعبتنا بشكل كبير جدا. التمريرات القصيره لعبنا الشورت باسس بشكل كويس جدا 154 شورت باس صحيحه من 172 يعني نسبه 90%. اما سان داونز 134 منهم بس 112 صحيح 84. التمريرات الطويله احنا لعبنا بقى تمريرات طويله كتيره 20 تمريره طويله منهم 10 صحيحه بنسبه 50%. اما صن داونز لعبوا 20 لونج بول منهم بس 4 صحيحه الدقه هنا، ولكن النسبه هي تتساوى. بالنسبه للعرضيات احنا رحنا عملنا عرضيات 14 عرضيه منهم بس 2 للاسف يعني كان بشكل صحيح 12 بنسبه 14%. سان داونز عرضيتين فقط في الشوط الاول منهم واحده فقط صحيحه بنسبه 50%. المراوغات احنا طبعا شفنا ليه ذكرنا المراوغات النهارده، لان كان في اكتر من مثال طبعا او اكتر من حاله كنا في حاله الواحد على واحد بشكل كبير جدا من لاعبتنا 10 منهم 6 صحيحه بنسبه 60%. سان داونز طبعا مميزين في الواحد على واحد، عملوا 6 منهم 4 صحيحه. كسب الكره احنا كسبنا الكره 49 هم 42 يعني ارقام متساويه. اما خساره الكره خسرنا الكره 18 مره في الشوط الاول، ده بيدلل ان احنا كنا يعني مركزين بشكل كبير جدا. اما سان داونز خسروا الكره ب 23%. دي ارقام الشوط الاول، هنبص سريعا على ارقام الشوط الثاني هنشوف حاجه ثانيه خالص، هنشوف مباراه ثانيه خالص يعني. لكن الفاولات كانت زياده، استمرينا او استمرت طبعا الاحتكاك في الفاولات 7 ضد الاهلي او لصالح الاهلي يعني و6 لصالح سان داونز. الركنيات واحده فقط للاهلي. احنا شفنا طبعا الشوط الاولاني كنا وصلنا عملنا ركنيات كتير جدا 7 هنا 1 سان داونز ولا ركنيه في الشوط الثاني. بالنسبه للتسلل 1-1 كان الشوط الاول طبعا تسللات كتيره زي ما قلنا. التسديدات 3 للاهلي منهم واحده بس اون تارجت بنسبة 33%. سان داونز ولا تسديدة هي طبعا الواحدة بس وطبعا ما كانتش دقيقة. الأهداف المتوقعة ما حصلناش حتى وصلنا إن هي يبقى هدف. ده الشوط الثاني، أرقام مختلفة تماما عن بعض، ورتنا شوط وشوط مختلف تماما. احنا عايزين برضو سريعا نبص على الاختراقات يعني على أرضية الملعب بقى بالصور يا كابتن أيمن والكباتن، هنشوف الاختراقات من الممرات الخمسة كانت عاملة ازاي. يعني بتورينا طبعا الاهلي فعلا قدر ان هو يعني يهاجم سان داونز بشكل كويس جدا من الممرات الخمسه. نشوف يا كابتن ايمن طبعا بنتكلم على الممرات الخمسه، بنتكلم على 11 من هنا ناحيه اليمين، ده طبعا الممر الايمن 11 مره وصلنا من كهجمات
واختراقات 11 مره من ناحيه اليمين وسبع مرات من ناحيه الشمال. طبعا بنتكلم على الهاف سبيسز اللي هي اربعه برضه ناحيه الشمال او الجانب الايسر الداخلي، واما الجانب الايمن الداخلي هو برضه الهاف سبيس هنا خمس مرات، ولكن من العمق ما كانش فيه لا، وده بيدلل ان احنا فعلا ما شفناش تسديدات من خارج المرمى بشكل كبير جدا، هي محاولتين فقط ما كانوش بالدقه العاليه. ده بالنسبه للنادي الاهلي. نخش على سان داونز، ارقام ضعيفه، يعني انا شفنا سان داونز في المباريات اللي قبل كده كانت لا الاختراقات بشكل كبير جدا، هنا يعني ارقام ضعيفه جدا مقارنه بنادي النادي الاهلي. في الخمس ممرات على مرمى النادي الاهلي يعني كان ابرزهم او احسنهم شويه ناحيه اليمين والجانب اليمين او الهاف سبيس اللي هو الجانب الايمن الداخلي. كنت قبل المباراه كابتن ايمن عرضنا ان مباراه بيترو اتلتيكو امام سان داونز مباراه العوده بالاخص هي قد تكون هي المحور اللي هو منه مارسيل كولر كان نقدر نقرا الخصم بشكل كويس جدا، واعتقد شفناها النهارده في ارضيه المباراه. عندنا بعض الحالات سريعا جدا هنستعرض مع بعض. ده طبعا اول حاله بتورينا الضغط الشرس اللي كان عامله النادي الاهلي في الشوط الاول، حتى الضغط باكتر من لاعب، بالاثنين لعيبه وثلاثه. احنا خدنا مثال بس سريعا، شفنا هنا في الدقيقه كانت 20 كان على طول اللي هم يمسكوا الكوره كان اربعه ثلاثه بيضغطوا، في اثنين بيامنوا، في غلق زوايا التمرير بشكل كويس جدا، ده شفناه في الشوط الاول. اما اللي انا عايز اوصله هنا من هنا كابتن ايمن، كنا بنتكلم قبل المباراه على بيترو اتلتيكو كان بيلعب الحته دي مزبوط. بيسحب اللعيبه ويرمي اللونج بول في ظهر اللعيب، وزي ما قلت لحضرتك هو ده اتطبق في ماتش الاهلي النهارده، ده الدقيقه 38 على سبيل المثال. مشكلتنا ايه بقى يا كابتن ايمن؟ احنا بنقول عندنا فرص كبيره جدا في البطوله كلها ما عرفناش نترجمها لاهداف، عندنا مشكله ثانيه في الدقه، دقه اللونج بول، دقه الباسز، دقه حاجات كتيره جدا. يعني مثلا نبص على لعيبه سان داونز وهم مغطيين الاوفسايد، الكره ما راحتش في هناك في ظهر المدافع، تمكن حتى لاعبتنا او كهربا او حتى كان حسين الشحات ان هو يبقى وشه على المرمى ان هو يستلم الكره بشكل كويس ويشكل الخطوره. للاسف كره طبعا نزلت يعني ضعيفه او خلفه فاتقطعت. نفس المثال يعني نبص برده في الحالات، هنا مثال تاني يا كابتن ايمن، شوف يعني طبعا اتجاه المرمى طبعا سان داونز ناحيه الشمال، نفس الكوره اتلعبت برضو لونج بول، كان في مساحه كبيره جدا في ظهر خط دفاع سان داونز، ولكن ايضا الكوره نزلت للاسف برضو ما كانش فيه الدقه الكبيره وما كانش فيه السرعه برضو من عندنا ان احنا نستغلها. الدقيقه 56 ده برضو مثال تاني اتكرر بنفس الشكل، يعني نفتح الكادر الكوره اتلعبت لونج بول ولكن طبعا يعني خلاص لعبتنا كانت في الاوفسايد. يعني امثله 82 حتى في نهايه المباراه، يعني هنا شويه انا اعتقد يعني الكوره كانت ممكن تجيب الصوره اللي قبل دي تاني بعد اذنك عشان انا بس هوريك العدد بتاع فرقه سان داونز هنا في نص ملعبنا. بالظبط هنا في تقريبا سبع لعيبه صحيح في نص ملعب النادي الاهلي. بالظبط يعني لو في دقه في التمرير مظبوط مع سرعه من المهاجمين كان ممكن بسهوله نوصل للمرمى للشوط الثاني مظبوط، ولكن هذا لم يحدث. بالظبط عشان كده بنقول ان دقه اللونج بول، يعني احنا بنتفرج على الماتش مع حضراتكم كلنا عم نقول اللونج بول يا جماعه بطريقه يكون يعني ادق من كده. ده ملخص اللي حصل النهارده، هارد لك للنادي الاهلي، واعتقد في ان شاء الله نقدر نستفاد من البطوله بشكل ايجابي للمباريات الهامه القادمه ان شاء الله. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد، شرفتني يا محمد.